مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الاعلامي الصغير، بالضبط في المرحله الثانيه من مخيم راس رمل بالعرائش. اليوم بحلقه جديده كنستضيفوا الاستاذ والفنان الموسيقي سعيد الهداني. مرحبا بك استاذ سعيد. اهلا وسهلا استاذ سعيد. ممكن تقربنا اكثر وتقرب المشاهدين ديالنا، شكون هو الاستاذ سعيد الهداني؟ اذا بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد الهداني استاذ متقاعد من دول الجهوي ديال منظمه الكشاف الوطني، منشط موسيقي، عضو المكتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتخييم جهه عين من الخنيفره، رئيس مجلس دار الشباب الزناقه، مكون وطني في مجال المخيمات الصيفيه. اهلا وسهلا استاذ سعيد. ممكن تعطينا فكره على كيف جاتكم التجربه الصيفيه التخييميه صيف 2023 نظرا للتغيرات اللي طرات على المخيمات الصيفيه؟ التجربه في اطار اللجنه ديال المكتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتخييم جهه عين من الخنيفره، وفي اطار الزيارات اللي قمت بها لجنه التتبع، الحمد لله كان واحد تطور ملموس من حيث التجهيزات، من حيث الفضاءات، من حيث التغذيه، وهذه بادره طيبه تشكر عليها وزاره الشباب والثقافه قطاع الشباب، من خلال المخيمات التي يعني برمجت او مندرجه التي اندرجت تحت في إطار الشراكة المبرمة بين المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم جهة عين من الخنيفرة وأكت فور كوميونيتي ثم الجمعيات المحلية والوطنية، تبين لنا أن الحمد لله كاين واحد التنافس شريف بين الجمعيات، أن كل جمعية كتبغي تضرب واحد الوجه طيب، واحد الوجه يعني متميز، وهذا كاين عكس إيجابا على الطفولة ديالنا وعلى الأطفال ديال الجهة اللي مشاو، وخصوصا انهم ينحدرون اطفال العالم القروي، وهذه يعني تسجل لجميع الجمعيات. الملاحظات كانت الارتسامه طيبه لا من حيث اللجنه ولا من حيث اعضاء المكتب الجهوي، حتى من بعض الاباء والامهات اللي كانوا متبعين هذه الانشطه ديال الوليدات كانت الارتسامه ديالهم جيده، ونتمنى ان شاء الله الاستمراريه في المراحل المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ سعيد، بصفتكم اعضاء الجامعه الوطنيه للتخييم جهه عين من الخنيفره، كيف تمت عمليه تتبع المخيمات الصيفيه في اطار الشراكه المبرمه بين الجمعيات المحليه والوطنيه والمكتب الجهوي بجهه عين من الخنيفره؟ كما قلت سابقا ان اللجنه يعني هي منبثقه من المكتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتخييم جهه عين من الخنيفره، وهي مكونه من اربعه اعضاء. يعني زرنا مخيم العرايش، زرنا مخيم عين السباع، مخيم الحوزية، مخيم سيدي كوكي، مخيم بوزنيقة. إذا الحمد لله كما قلت أن الإخوان كلهم من منخرطين بجدية في هذه التجربة ديال المخيمات الصيفية ديال 2023، وكما قلت الارتسامات كانت جيدة، ونتمنى الاستمرارية والتوفيق في المراحل المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. ممكن بعض الاقتراحات أو بعض البدائل اللي يمكن توضع من أجل تطوير عملية تخييمية بالجهة؟ الجهة ديالنا مع الأسف تفتقر إلى مخيمات صيفية. يلا عندنا مخيم واحد هو بئر الوطن، كنتمناو يعني صادقين من هذاك وكنوبا على الجمعيات المحلية والوطنية في هذا المجال إحداث مخيمات أخرى بجهة بن ملا الخنيفرة، والزيادة في عدد المستفيدين ديال أطفال العالم القروي، والالتفاتة كذلك إلى أطفال المغرب العميق، أقصد بالمغرب العميق أطفال القرى النائية، مثلا في أزيلا الخنيفرة كاين أطفال زعما مساكن ما باقي ما استفدوش من التجربة هذه، كنتمنى تعم الفائدة جميع المناطق بالجهة. وكما سبق المدير الجهوي ديال قطاع الشباب بجهة بن الخنيفرة أنه كاين مخيم إن شاء الله غادي يكون في خنيفرة، وكاين مخيم غادي يكون في أزيلا إقليم أزيلا، وكنتمنى الإسراع في إحداث هذا المخيم هذا باش يستافد الأطفال بكثرة في هذا المجال ديال التخييم. إن شاء الله، وحنا دائما من أجل تنمية المخيمات الصيفية واستفادة أكثر من طرف أطفال العالم القروي. سي سعيد، ممكن نختموها بشي كلمة ختامية للمشاهدين اللي كيشاهدونا؟ أود أن أختم مداخلتي هذه بالشكر الجزيل لقناة الإعلامي الصغير، وكنحيي من هذا المنبر الأستاذ هشام سكومة المجهودات اللي كيقوم بها لا في اطار المخيم ولا في اطار الاعلام. كنشكر كذلك بنتي نهيلة، كنتمنالك حظ موفق في المجال ديال الصحافه ان شاء الله، كما اشكر جميع الشركاء اكت فور كوميونيتي، المكتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتخييم، الجمعيات المحليه، الجمعيات الوطنيه، و
المديرة الإقليمية لوزارة الشباب وجميع الأطفال وجميع اللي شاركوا معنا في هذه العملية التخييمية ديال 2000 مخيمات 2023. كنتمنى لهم الاستمرارية في هذا المجال، وكنتمنى الاستفادة إن شاء الله في السنوات المقبلة، وكنتمنى يدوزوا لحظات ممتعة بباقي المراحل التخييمية. وشكرا لكم جميعا. شكرا لك سي سعيد هداني على الحضور ديالك اللي شرفنا بطبيعة الحال، وانتم مشاهدينا الكرام كنضربوا لكم موعد جديد في حلقة جديدة من برنامج الإعلامي الصغير. كانت معكم نهيلة في التقديم، هشام سكومة في الإخراج. إلى اللقاء. شكرا بنت الله.